قمصان، كابتن سامي قمصان صعد مع فريق حرس الحدود كمدير فني، وبعد كده اشتغل في النادي الاهلي. مثال للالتزام والاخلاق والتعاون الكبير جدا. مليون مبروك فوزك ببطوله الدوري النهارده، بطوله غاليه وكالعاده النادي الاهلي هو ملك الدوري المصري. الحمد لله. طبعا مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك لمجلس اداره، مبروك للجهاز الفني واللعيبه. بطوله صعبه جدا، صعوبتها طبعا التحديات الكبيره اللي قابلناها، والناس شايفه كده يعني، سواء تحديات بقى من فرق منافسه او ناس عاوزه تتكلم في ثوابت ومبادئ النادي الاهلي. مجلس اداره تحمل كتير جدا، وناس كتيره تحملت كتير جدا، لعيبه تحملت برده كتير جدا، وضغوط كبيره جدا، لكن ده بيثبت ان النادي الاهلي نادي كبير. النادي الاهلي نادي مش هتغير، لان النادي الاهلي عنده ثوابت وعنده مبادئ وعنده اخلاقيات مش هتتاثر باي حاجه. فبطوله غاليه جدا لينا ولجمهور النادي الاهلي، لكن انا اتمنى لجمهور النادي الاهلي دايما تبقى داعم لينا ودعم مجلس اداره ودعم للعيبه، لان هي شايفه الناس بتعامل ازاي مع النادي الاهلي، وشايفه الناس ازاي عاوزه تكسر في النادي الاهلي، ومش عاوزه النادي الاهلي يبقى رقم واحد. النهارده الحمد لله بالبطوله دي انت من اكتر الانديه في العالم اللي بتحقق بطولات، فانت بتشجع نادي كبير جدا. محتاجينكم، محتاجين دعمكم. عندنا بطوله كبيره، بحبك قوي في النادي. عندنا بطوله كبيره جدا اهم، ان شاء الله نركز فيها، ان شاء الله نحققها. اللعيبه دي عندها دوافع كبيره، واحنا ان شاء الله وعندنا دوافع اكبر ان احنا نحقق بطوله ان شاء الله كبيره النادي الاهلي، بطوله افريقيا ان شاء الله. النهارده اللعيبه بتقول مؤمن زكريا ملهم لعيب النادي الاهلي، والنادي الاهلي يعني نفسها تعمل حاجه المؤمن، ووقفتوا جنبه وساندتوه نفسيا ومعنويا وكل حاجه، هو ده النادي الاهلي. اولا زي ما انت قلت ده النادي الاهلي، وده حقه على النادي الاهلي. النادي الاهلي عمره ما بيأثر مع اي حد تعب باي نقطه عارة، يعني اللي هو يقف جنبه، ودي عاده من عادات النادي الاهلي، مش مع مؤمن بس، لكن هي بطوله غاليه مهمه جدا ان احنا نديها له. هو لعيب من اللعيبه المؤثره جدا، اللعيب من اللعيبه المحبوبه من كل الفرق الدوري الممتاز مش احنا بس، فاعتقد ان دي يعني اقل هديه ليه. ان شاء الله يرجع اقوى من الاول ويرجع احسن من الاول، وزي ما نقول احنا دايما محتاجينه وجمهور النادي الاهلي محتاجينه، زي ما فرحنا في اوقات كتيره ان شاء الله يفرحنا في اللي جاي ان شاء الله. شكرا. مستمرين معاك يا كابتن.